احنا معانا مدير البرامج لمبادره نوايا الاستاذ هدير احمد معانا على التليفون بنصبح عليها. صباح الخير استاذ هدير. صباح النور. يعني حضرتك شريك للمبادره دي الخاصه بالغذاء المصري او تعريف ثقافه الغذاء المصري بشكل كبير وتوثيقه، مشروع سفره مصر اللي تم اطلاقه بالتعاون ما بين جوجل منصه الفنون والثقافه ومجله راوي ومؤسسه نوايا. عايزين نعرف تفاصيل اكتر واهميه التوثيق ده، توثيق التراث الغذائي المصري. هو مبدئيا شكرا جدا على اتاحه الفرصه دي لينا، وكان مهم جدا ان احنا من خلال المبادره دي ان احنا نسلط الضوء اكتر على الاكلات التراثيه المصريه اللي ابتدت للاسف تختفي بسبب موجه الاكلات السريعه اللي بقت منتشره في كل البيوت، سواء البيوت اللي في المدينه وكمان اللي في الريف. فكان مهم ان احنا من خلال شغلنا على توثيق الاكلات التقليديه ان احنا نعيد اكتشاف الاكلات المميزه في كل منطقه على مستوى الجمهوريه. فمن خلال التعاون مع منصه جوجل ان احنا ابتدينا نوثق 25 قصه للاكلات التقليديه دي، وان هي تبقى موجوده ومتاحه على المنصه، غير طبعا الاكلات الموثقه من الشركاء في مجله راوي. ايه الاكلات اللي انتوا وثقتوها يا فندم؟ الاكلات زي قهوه الجبنه في حلايب وشلاتين، المدفونه في بورسعيد، الكشك الصعيدي اللي موجود طبعا في محافظات صعيد مصر، أكلة كباب أبو الحجاج اللي بتتقدم في المولد، وأكلات تانية كتير هتبقى موجودة وهي متاحة بالفعل على المنصة. طب إزاي يعني التوثيق ده أو المشروع ده سفرة مصر ممكن في رأي حضرتك يعني يساهم في تعزيز السياحة الثقافية أو سياحة الأكل عشان يبقى عنصر جذب لمزيد من السياح برأيك؟ فكرة سياحة الطعام هي نوع جديد من السياحة انتشر على مستوى العالم، ومن خلاله بنقدر ان احنا نتعرف على ثقافة المكان وتاريخه طبعا من خلال الاكلات التقليدية. فزي ما احنا عندنا في مصر الناس بتيجي عشان خاطر تزور معبد الكرنك، فاحنا ممكن نزور المعبد بعد كده نطلع ناكل اكلة تقليدية بالعيش الشمسي اللي مميز بالمنطقة في الاقصر، ومن خلال اكلات تانية كتير نقدر ان احنا نجذب ناس اكتر سواء من على مستوى العالم او على مستوى السياحه الداخليه، في نفس الوقت ان احنا نعيد اكتشاف اكلاتنا اللي جدودنا كانوا بيقدموها وبياكلوها بشكل يومي، اللي مرتبطه بقصص كتير وتاريخ مختلف، ونقدر ان احنا نحكي كل القصص والاكلات دي من خلال الاكلات اللي بتتقدم والانشطه كمان اللي بتتقدم بجانب الاكلات اللي بتتعمل. طيب جوجل طبعا هو اكبر محرك بحثي في العالم كله، حلو قوي التعاون اللي انتوا عملتوه مع جوجل. منصة جوجل دورها ايه في دعمكم بالذات طبعا منصة جوجل للثقافة والفنون، دورها ايه في دعمكم؟ دي حاجة تاني حاجة ازاي من خلالها تقدروا تعززوا الترويج للتراث الغذائي المصري؟ كان دعم منصة جوجل في اتاحة المساحة دي، فطبعا زي ما حضرتك قلتي ان هو اكبر محرك بحث الناس كلها بتستخدمه، فلما يبقى عندنا مساحة زي دي متاحة نقدر من خلالها على صفحاتنا في مصر نقدر نحط قصص لأكلات تقليدية، وإن احنا نوثق الأكلات بتاعتنا ونبرزها للعالم، فدي حاجة مهمة جدا لينا. وفي نفس الوقت إن احنا إزاي نقدر برضو نربط المجتمع المحلي بالأكلات التقليدية دي. فزي ما قلت إن الأكلات السريعة بقت خلاص منتشرة، الأطفال والأجيال الجديدة بقوا مهتمين أكتر إن هم يجربوا الأكلات دي، ونسيوا التراث بتاعنا والأكلات التقليدية اللي جدودنا كانوا بيعملوها، وهي أكلات تقليدية وصحية جدا كمان. يعني تراثنا ده فيه أكلات صحية أكتر طبعا من الأكلات السريعة والتكاوي اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة هدير أحمد مدير البرامج لمبادرة نوايا أحد شركاء سفرة مصر.